بعد جولتنا الثقافية نرمين ضمن المحافظات السورية، بننتقل لموضوع بهم يمكن كل السيدات والصبايا اللي بتهتم بأناقتها وجمالها. خلينا نحكي اليوم عن موضوع كمان بهم كل الصبايا، هو الاعتناء بالشعر والتسريحات المناسبة والألوان اللي بتناسب فصول السنة، مع الأخصائية التجميل هنادي الظاهر. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي على شاشة الإذاعة. الالوان اللي عم تكون موضه هاي السنين، او حتى خلينا نحكي ننطلق من السؤال انه يا ترى في شيء اسمه موضه كل سنه بيكون ولا لا؟ هلا هو الموضه دائما بتتجدد، هي نفس الذات بتتجدد، هي ستايل مختلف. دائما بفصول الخريف نحن بنميل للالوان الدافيه، للالوان الذهبيه اللماعه، فبنطلع من الالوان البارده اللي كنا فيها بالصيف مع البرونزاج، فبنلغي مثلا الالوان الرماديه بنميل فيها للبيج، للالوان العسليه الدافيه، لون العسل، لون اوراق الخريف. يمكن كثير من الصبايا بيعانوا من قصة يمكن تكرار الصبغة، بيعاني أو بيتلف الشعر أو بيتعبه، وفي الألوان محددة مثلا الأشقر، الخصل كمان بتتعب الشعر. خلينا نحكي كيف فعلا السيدة ممكن تهتم بشعرها من خلال نوعية الصبغة أو من خلال الفترات المتباعدة للصبغة. الالوان الشعره هي بطبيعتها الوان غير ثابته على الشعر، لانه نحن لنوصل للون الاشقر بنكون فرغنا الشعره من كل القوام الحيويه. فبهي الحاله نحن دائما ننصح السيدات بالمتابعه بالبيت عن طريق الشامبوهات اللي هي تعتبر نوع من انواع الرنساج. اللي نحن بنعمله بالصالون هو قوي، اللي هو بيخليك تتابعيه بالبيت، يساعدك انه يكون اطول فتره اللون ثابت ولماع. هنادي، اذا بدنا نحكي كمان عن موضوع الشغلات او الاخطاء الشائعه اللي بترتكبها اليوم السيده او الصبيه بموضوع الانتقال من لون للون بما يخص الصبغه، هلا احيانا بنشوف سيدات انه بتلجا للالوان الغامقه بفتره الشتاء، بتجي على الصيف بدها تفتح. فالنقله النوعيه، التفتيح بدون درايه او استعمال مواد خاطئه، هي بتتلف الشعره، لانه هي الشعره لما ثبتت انا لون غامق، انا اعطيتها لون غامق صناعي ضمن الحبيبات اللونيه الموجوده داخل الشعره، لما بتندمج ما عاد تطلع بسهوله الا عن طريق سحب لون او علاج معين. فلذلك ننصح انه هي ما تعمل لحالها بالبيت دائما بالتفتيح. بس حتى يمكن بالصالونات الصالونات كمان لازم الخبير التجميل ينصح السيده ما يبلش مثل ما قلتي بلون غامق يطلع للفاتح تدريجيا، لما بدها تنتقل من لون للون بيكون في فترات او درجات معينه بتنتقل. هلا هو المواد تطورت، المواد تطورت، يعني نحن بلشنا نستغني عن الطريقه التقليديه بسحب اللون، انه نستعمل مباشره على الالوان الغامقه بودره الميش او العيارات العاليه، لا نحن بنطلع منها. مثلا عندنا ماده هي ريموف كلر اللي هي بتزيل اللون الغامق، هي ما لها علاقه بدرجه اللون اللي بدها اياها السيده، ولكن بتحضر الشعر بترجعه. بس ما بتتعب تقريبا الشعر؟ لا لا، هي ابدا، لانه مجرد وصولها على الشعر الطبيعي ما بتغير من لونه، دليل انه هي ما لها مواد تفتيح او تاذي الحراشف تبع الشعره. ففي طريقه تحضير لنطلع من اللون الغامق. اذا بدنا نحكي اليوم عن موضوع الالوان بالعمر، لهيك بنحاول نحن نتابع لون البشره، لون العين، لننصح باللون الشعر اللي بيكون مناسب للصبيه. ويمكن الموضه كمان تكون الدرجه ما بتناسب الصبيه، لانه بنشوف الوان كثير مثلا أكيد. درجه هي الصيف او هي الشتويه ما بتناسب بشره الصبيه. خلينا نحكي معك هنادي عن الصبغات اللي عم نشوفها بالاونه الاخيره، في شكوى كثير من الصبايا انه ما بتثبت الصبغه، بصبغ شعراتي بعد اسبوع اسبوعين بتلاقي هي الصبغه بتروح، شو السبب؟ هي لانه مو كل الصبايا عندهم القدره يروحوا يصبغوا بالصالون، فبتجيب الصبغه على البيت وبتصبغ شعراتها. في ماده اساسيه بتثبت الصبغه ضمن الصالون ولا لا ما لها علاقه؟ لا، هي ما في مواد تثبيت صبغه، هو اختيار النوعيه بهم. طريقه المزج بين الاوكسيدانت والصبغه كثير ضروري انه تكون العيارات ظابطه لناخذ نتيجه كثير ممتازه. الحمام بالمي السخنه كثير بيأذي اللون، ما بيخليه يثبت، فدائما نحن بنميل للمي
وحتى صحي اكثر لفروه الراس. يومها هنادي لما بننزل على بنلاقي انواع كثيره من الصبغه، وبنلاقي معها منتجات يمكن عم بتكون تثبيت لون او الحفاظ على اللون، برايك هاي المنتجات قديش مدى فعاليتها على الشعره عم بتكون؟ هلا هو كل شيء فيه المواد، انه الكريمات اللي فيها الماده اللي انفقدت خلال الصبغه مثل الكيراتين، البروتين، السيراميد اللي بيحافظ على حيوية الشعر، الرطوبة اللي داخل الشعرة، إيه أنا بقدر استعين فيها بحافظ لي على اللون لمدة أطول، بحافظ لي على اللمعة والحيوية. ولكن لما أنا بدي استعمل الصبغة وراها أنا خلص نسيت إنه شيء اسمه عناية، أنا فرغت الشعرة بهذا اللون، فرغتها من حيويتها وما رجعت عوضت فيها عن طريق جلسات بروتين، أو حتى هلأ عن طريق الأطباء بجلسات الميزو لفروة الراس ليرجع حيوي. السيدة عم تخسر. ننصح الصبايا كل قديش ممكن تصبغ شعراتها؟ شو هي الفترة المحددة المناسبة؟ وقديش يمكن بيبقى اللون على الشعر؟ الصبغة فيها تعمل السيدة صبغة كل شهر، ولكن ما انه مؤذي ابدا، خاصة اللي عندهم حالات شيب بدون متابعة كل 15 يوم. للستات الكبار اللي عم يشوفونا كمان بيكون نسبة الشيب بشعرهم كثير عالية، خصوصا الفواتح اللي بتلاقيهم شقر، تمام، فبتلاقي في معاناة بالنسبة لهم للصبغة. هي الصبغة بالعيارات الخفيفة غير مؤذية ابدا، ولكن بتصير مؤذية لما انا بصير بدي اشتغل. لا بتثبت على خصها للشعر الشايبة. بتثبت لما بتكون عيارات المزج صحيحة بتثبت. ما في علبة صبغة موجودة بالسوق إلا مكتوب عليها الطريقة الصحيحة لمزجها. دائما الميكس تبعها لازم يكون صحيح. مثلا في صبغات تكون مكتوب عليها إنه هي بدها دبل أوكسيدانت، بتجي السيدة بتحط العبوة الصغيرة بس فهو بيطلع اللون غامق ما طلع ظابط. لما مثلا بتضيف الكمية طلع اللون فاتح ما طلع ظابط. لهيك نحن دائما نلتزم بالتعليمات الموجودة على عبوات الصبغة. دائما برجع بقول لك المي السخنه هي العدو اللدود للشعر، ما بيثبت فيه اي لون. هلا مقبول المي الفاتره والمي البارده، بس على الشتويه هلا يعني انا بعرف سيدات الصبايا مي غليانه كثير مؤذي، يعني مؤذي بشكل عم يتوسع مسام الفروه حتى على البشره، عم يهر الشعر لانه خلص توسعت المسام بالمي السخنه. يعني حتى لو بدها تتحمم تعمل مثل حاله انه رد عكسي، انه بطاسه فاتره حتى تمسك الفروه وترجع تضب المسام على الشعره وما يتساقط وما يطلع اللون من داخله. هنادي بختام فقرتنا حابين ناخذ منك نصائح للعنايه بالشعر المصبوغ. حبيبه قلبي، المفروض كل فتره بعد اي نوع صبغه او نوع تكنيك للون، انه سحب او تفتيح، المفروض نهتم بالكريمات المناسبه لفروه الراس، تنظيف فروه الراس، سكراب لفروه الراس من بقايا مواد الصبغه لحتى ترجع تتنفس وتغذي الجذر بشكل جيد ليطلع الشعر منيح. هنادي الظاهر اخصائيه التجميل، نشكرك على وجودك معنا. اهلا وسهلا، شكرا كثير لك نورة. هلأ رح نروح لمادتنا التالية من قصر العظم.